أهلا فيكم. وأنا في المزرعة اليوم تذكرت قصة. القصة يا جماعة الخير هي قصة نورة الحوشان. بتقولون من هي نورة الحوشان؟ أنا أقول لكم، هي نورة بنت حوشان بن علي بن دخيل الله بن مدعث الحوشان من العونة من بني رشيد. عاشت ما بين أول أواخر 1800 إلى أوائل 1900. ونورة الحوشان شاعرة معروفة، ويشهد لها بكرمها وعطفها على الفقراء والمساكين بشهادة كبار السن وما ينقلونه من أخبار عنها. تزوجها واحد اسمه عبود بن علي بن سويلم الشلواني العازمي، وجابت منه ولد وسمته حوشان على اسم أبوها، وجابت بعد بنت بس ما يحضرني اسمها الحين. من قصايدها المشهورة قصيدة اللي يبينا عية النفس تبغيه. وقصة القصيدة هي إنها نورة الحوشان كانت تعيش مع زوجها عبود بن علي بن سويلم، وكانوا يحبون بعض حب ما هو بسهل. المهم في يوم من الأيام صار بينهم خلاف قوي مرة، عاد هو حمقي، وكانت نتيجة الخلاف بينهم إن زوجها طلقها بالثلاث، وقيل إن الطلاق هي طلبته من شدة الغلظة اللي جاها من زوجها عبود. تعرفون اللي حمقان يقول شيء ما يثمنه، وإذا هدأ من روعه ما يعلم ما يقول، أو إنه يعلم ويتحسف عقبها، لكن وش يفيده الندم بعدين. مهم بعد طلاقها من عبود تقدموا لها ناس كثيرين يبون يتزوجونها، لأنها كانت مزيونة ومن عائلة معروفة ومحافظة. لكنها أنت يا نور الحوشان رفضت الزواج بعد زوجها عبود. وفي يوم من الأيام كانت تمشي بطريق يمر مزرعة زوجها الأول اللي هو عبود، وكان معها عيالها. ويوم مرت مزرعة زوجها شافته، وقفت على أول المزرعة وطلبت من عيالها يروحون يسلمون على أبوهم عبود، وصارت تنتظرهم لين رجعوا. ويوم رجعوا أولادها أخذتهم وكملت طريقها لبيتهم، وهي في طريقها تهوجس بزوجها عبود وتتذكر أيامها معه، وتذكرت عقبها اللي تقدموا لخطبتها بعد طلاقها من زوجها عبود ورفضها لهم. وما قالت هذه القصيدة اللي فيها بيت صار مثل عند الناس وأنا أولهم من ذاك الوقت إلين الحين. القصيدة هي تقول نورة الحوشان: يا عين هلي صافي الدمع هليه، واللي انتهى صافيه هاتي سريبه. يا عين شوفي زرع خلك وراعيه، شوفي معاويده وشوفي قليبه، من أول دايم الرايه ماليه، يعني انتشاور أنا وياه، واليوم جيتهم علينا صعيبة، ونمرني بالدرب ما اقدر أحاكيه، مصيبة يا كبرها من مصيبة، اللي يبينا عية النفس تبغيه، واللي نبي عية البخت لا يجيبه، اللي يبينا عية النفس تبغيه، واللي نبي عية البخت لا يجيبه. مسمعت أم الشاعرة قصيدة بنتها نورة، قالت لها أمها: يا بنيتي يوم أن تستحبينه وشوله طلبتي الطلاق منه؟ قالت نورة الحوشان: يا يمه أحبه لو يطبخن ثم يشوين، يا زينه ويا زين لمه وضمه، ويا زين قوله هيه وش تبغين، أحلى من الورع المغاغي على أمه. هذه نبذة مختصرة لشاعرة لها بين الشموخ مكانة وبين الأصالة قيمة. الله يرحم نورة الحوشان وأمواتنا وجميع أموات المسلمين. ومن قال آمين قولوا آمين.